السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم مع بعض عن فنجان برج العذراء. يلا يا برج العذراء، انزل باللايك الحلو بتاع الفيديو وبالتعليق الجميل، وطبعا بالنسبه للناس الجدد يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. يلا بينا بقى نشوف ايه الاخبار بتاعتك ونشوف ايه الدنيا ماشيه معاك ازاي. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. تعبانين شوية الفترة دي، في شوية تعب نفسي أو جسدي، عندكم صداع، جسم وجعكم، أعصاب، في شوية أوجاع في الجسم عندكم، في كلام عندكم على أمور، على فلوس، على ماديات، على حال غير الحال، في حاجة مش عاجباكم في حياتكم عايزين تغيروها الفترة دي. خلال 5 أو 6 أيام هيكون في تحسن في حالتكم النفسية، لأن حالتكم النفسية متأثرة باللي حواليكم جدا. النفسية محتاجة تغيير، محتاجة إن أنتوا تبطلوا تلوموا في نفسكم. انتوا فاقدين مشاعر كتير، فاقدين امور يعني حلوة. يعني ممكن كمان يكون سبب الفقدان ده ان في ناس اختفت من حياتكم فجأة، اختفوا وبعدوا وما عايزينش يبقوا معاكم في اوقات مرتوا بيها صعبة، الله اعلم. انتوا هنا مش مستحملين اي حاجة، ولا مستحملين صوت عالي، ولا مستحملين كلمة، ولا مستحملين اي حاجة من حد. حاسين ان الدنيا سودة في وشكم، وده اكبر غلط. انتوا بس اليومين دول في حاجة شغلاكم قوي، في حاجة مقصرة عليكم قوي، في حاجة بتفكروا فيها كتير، الله اعلم. خلوا بالكم ان عدد ساعات نومكم بدأت تقل، كوابيس مزعجة، طول الليل تفكير، طول الليل ارهاق، طول الليل مش عارفين تناموا من كتر التفكير، وعشان كده اصبحتوا عصبيين جدا، اصبحتوا متوترين جدا، مش عارفين تفعلوا او تعملوا حاجة فيها خطوة ايجابية. العصبية دي بتخسركم حاجات كتير، العصبية دي بترجعكم لورا، ما فيهاش اي تقدم، مش عايزاكم تكون يعني حياتكم يكون فيها يأس. بلاش طول الوقت عمالين تلوموا نفسكم على حاجات، على كلام، على مواضيع، طول الوقت في لوم، طول الوقت في عذاب، طول الوقت في طاقة. عايزاكم كمان الفترة اللي جاية يكون عندكم طول بال، مش عايزاكم طول الوقت اعصابكم تعبانة، طول الوقت حساسية زايدة. بلاش تكونوا حساسيين زايدين، بالاخص مع الناس اللي انتوا بتحبوهم، لانه انتوا حساسين جدا فبتحصل مشاكل. البعض منكم كمان اللي عنده دوامة او عنده حيرة او باب مقفول عليه، عندكم خروج، او اقدر اقول ان رحلة تانية خالص غير اللي انتوا فيها. في عينين مركزين معاكم، العينين دول مش كويسين، راشقين في حياتكم. السبب الرئيسي في الرجوع اللي ورا اللي عندكم ده العين. العين عاملة لكم حسد شديد جدا. انتوا زعلانين على نفسكم، ولا زعلانين ان انتوا عملتوا خير كتير وما تمرش في اللي حواليكم؟ لان في ناس كتير بتتمنى ان هم يكونوا زيكم، انه يعني اللي شايفكم من بره ما يعرفش مشاكلكم من جوه. العين عليكم، وفي اكتر من حد عايز يبقى زيكم لكن مش عارف يوصل او مش عارف يبقى ازاي، لان انتوا شايلين جبل، انتوا مستحملين استحمال محدش يعرفه. البعض منكم هيكون عنده اتفاق على حاجة جديدة، عنده كلام يخص حاجات جديدة هتحصل عندكم بإذن الله. بصوا هنا في إخلاص، انتوا مخلصين لحد جدا الفترة دي بطريقة كبيرة، في إخلاص، في طاقة إيجابية جوه قلبكم. لكن في حد هنا يعني حد كبير في السن عمال يدعي لكم بالخير، يدعي لكم بالذريه الصالحه، يدعي لكم ان انتوا تحققوا حلمكم. هو يعني الحد الكبير ده عمال يدعي لكم ليل ونهار، لاني عايش في الوضع بتاعكم، عارف ان انتوا مظلومين وحظكم قليل.
هنا انتوا قافلين على نفسكم باب وقاعدين لوحدكم، بتعانوا من ضغط عالي، بتعانوا من عدم استكمال امور بسبب التفكير الرهيب. خلوا بالكم ان انتوا لما بتقعوا ما بتلاقوش حد في حياتكم، في شدتكم ما بتلاقوش حد يقف معاكم. انتوا عملتوا خير كتير لكن الناس دي ما تمرش فيها. من حوالي كده يجي سنتين او 3 سنين حاجة ضاعت منكم وفقدتوها ومش عارفين حتى ترجعوها. خلوا بالكم ان انتوا هيكون عندكم عدالة في حياتكم بالنسبة ليكم، لان انتوا حسيتوا بالقهر والظلم ودايما حاسين ان انتوا مفيش حد معاكم غير ربنا. انتوا هنا مشتاقين لأطفال او مشتاقين لأحبة. البعض منكم في اتفاق على الطلاق بينه وما بين حد، او في طرف ثالث هيخرج من علاقاتكم. في طفل عندكم تعبان او مأذي، او الطفل ده يعني في حاجة عنده، في مشكلة في صحته، او هو يعني في حاجة تخص الطفل ده لان الطفل ده تعبان. الفتاة حزينة جدا، الفتاة شايفة ان كل حاجة ماشية عكس ما هي عايزة، لكن ما تعرفش ربنا مخبلها ايه. خلوا بالكم ان انت الفترة اللي جاية هيكون في نصرة حلوة، هيكون في طاقة ايجابية، او هتطلعوا من الصدمة اللي انتوا فيها. الاحسن حاجة ان انتوا تركنوا الناس اللي في حياتكم دي كلها على جنب، وتبدأوا تتعاملوا بحاجة انتوا بتحبوها. خلوا بالكم ان الناس اللي حواليكم مش حبالكم الخير، الناس اللي حواليكم عايزين اصلا يكسروكم، لكن علشان انتوا تكونوا في قمة الانطلاقات لازم تكتموا على اسراركم وتكتموا على حياتكم. بصوا بقى، انتوا هنا عاطفيا محتاجين الاهتمام، عاطفيا محتاجين الحب. انتوا رومانسيين جدا، عايزين حد يطبطب، حد يبقى معاكم في كل حالاتكم، وبالاخص العاطفة، لان العاطفة عندكم صفر، مفيش اكتمال، او ما بتدخلوش اصلا في علاقات، انتوا خايفين. فبإذن الله ربنا هيوسع حياتكم بشكل ايجابي ويبعت لكم الشخص المناسب يكون في حياتكم، لان انتوا عندكم بداية جديدة، بداية حلوة. طيب، في حد عندكم مسافر، او في حد عندكم ناوي على سفر؟ لان في امور عندكم. طيب، خلوا بالكم ان في حاجة هتحصل معاكم الايام اللي جاية، ده هتكون الحاجة اللي هتحصل دي هتكون اكتشاف بذكائكم، يعني انتوا اذكياء جدا، فالحاجة اللي هتحصل دي هتكون اكتشاف لذكاء، انتوا هتكونوا اذكياء جدا. خلوا بالكم ان الناس اللي حواليكم بتغير منكم جدا، ومش يعني فيهم غيرة وفيهم حقد اتجاهكم. انتوا عندكم رحلة حلوة، او سفر حلو، او نقلة من مكان لمكان، في امور هتكون جميلة بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. في معاناة، انتوا بتعانوا مع حد عشان تفهموه وجهة نظركم، لكن هم مش فاهمين ولا عايزين يفهموا. في حد يعني حاسس ان هو مش في امور مختلفة. بصوا، هو انتوا روحانياتكم عالية ونجمكم حلو، يعني حتى نجمكم كده اخد جنب مع نفسه وحابب ان هو يكون لوحده، لكن في ناس بتحاول تأذيكم، بيحاولوا ان هم يعملوا لكم مشاكل، ناس بتديكم عين ان حتى انتوا ما تعرفوش تناموا الليل. ليه طول الوقت مدخلين نفسكم في مراحل سلبية؟ ليه طول الوقت حاسين ان انتوا لوحدكم؟ انتوا عندكم الفترة اللي جاية صلح حال، او يعني في امور هتتصلح عندكم. بسم الله ما شاء الله عليكم. طيب، انتوا بتستغفروا ربنا الفترة دي؟ بتستغفروا ربنا، او مقربين من ربنا، تقروا قرآن، بتصلوا اذكار، ادعية، في يعني انتوا قريبين من ربنا، لاني حاسين بالفقدان، حاسين بعدم الاستقرار في حياتكم.
بتحاولوا، البعض منكم بيحاولوا يسعوا علشان يجيبوا الفلوس بتاعتهم، بيحاولوا يسعوا عشان يحققوا حلمهم، بيحاولوا يسعوا ان يشوفوا حياتهم بشكل غير اللي هم فيه. خلوا بالكم انتوا من وقت للتاني في تردد، في حيرة، في تفكير معاكس اتجاهكم، فخلوا بالكم. في ست كبيرة تعبانة، الست دي رجليها وجعاها، ماشية على عكاز او ماشية على حاجة رجلها وجعاها، او بتعاني من خشونة في الركبة، بتعاني من وجع في الرجلين. الست دي طيبة جدا وفعلا بتحبكم من كل قلبها، لكن تعبها الصحي مخليها فقدة. خلوا بالكم ان انتوا الفترة اللي جاية في مناسبة حلوة، مناسبة جميلة هتديكم طاقة ايجابية، لكن في مواجهة مع حد، يعني في مواجهة كده مع حد كده هيكون خبيث، خلوا بالكم. طيب، هو انتوا الفترة دي مضغوطين ان انتوا في حاجة عايزين تخلصوها، حاجة عايزين تمشوها، حاجة عايزين تبذلوها اكتر، الله اعلم، لان في حاجة كبيرة جدا بتيجوا جايين على نفسكم اكتر علشان تفعلوها. انتوا عايزين تعملوا توازن في حياتكم، عايزين تعملوا توازن في تفكيركم، عايزين تعملوا توازن في الاوضاع بتاعتكم. الاحسن ان انتوا ما تكونوش عصبيين خالص، وتستحلوا بالصبر وبالهدوء، ولو حسيتوا انه في وضع عصبي حاولوا ان انتوا اذكار على طول، هتلاقوا الدنيا بدأت تتيسر معاكم. في لخبطة، لخبطة في تفكير، لخبطة في مواضيع، انتوا بتحاولوا ترتبوا اموركم علشان في شوية قلق، شوية زعل، او امور عكس اتجاهكم، وبالاخص بالاخص مع الشريك. هو انتوا يعني في حد مريض لا قدر الله، عنده مرض وحش، يعني في حاجة، في مرض وحش في لحد عندكم، والحد ده حالته النفسية وحشة قوي. بإذن الله، بإذن الله ربنا يشفيه. البعض منكم شاكك في الشريك، البعض منكم زعلان منه، حاسس ان هو بيعمل حاجة من ورا ظهركم، يعني انتوا زعلان شاكين في الشريك، في امور معاكسة تفكيركم. في برج التور عندكم، او كان في برج التور، اتفرقتوا بحصل مشاكل. عندكم حد كان من برج الحوت، انفصلتوا بسبب ظروف، بسبب المقربين، كان في حد عندكم يعني حصلت مشاكل ما بينكم. وعندكم كمان برج الجدي، يعني كنتوا كان في يعني كان في حب قوي، وتبدل الحال 180 درجة، وقعدتوا تسألوا نفسكم مش عارفين ايه الدنيا ماشية ازاي. انتوا بتقولوا ياما احنا كنا مش عارفين ناكل، ياما ما كناش عارفين نرتاح، ياما ما كناش عارفين ننام، علشان خاطر نكون مع اللي بنحبهم، نكون في وسط الناس اللي احنا عايزينها، لكن ما حدش تمر فيه اللي انتوا بتعملوه، ما حدش تمر فيه اللي انتوا يعني عملتوه، بسبب يعني ما حدش قدر، بالعكس تجو عليكم وحسوا ان انتوا بتعملوا على حاجات مخالفة. ربنا يعني بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هيجيب لكم حقكم في الوقت المناسب، بس انتوا بلاش تقلقوا. مين عمل بلوك لمين؟ في حد عندكم عمل بلوك لحد؟ انتوا عملتوا بلوك لحد؟ هو انتوا بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فحد دمركم وغدر بيكم، اذا كان بسحر او اذا كان ضحك عليكم، طول الوقت بتتحاسبنوا، ولما بتيجوا تتحاسبنوا الحسبان بيطلع من جوه قلبكم، يعني مش بطريقة وخلاص، العكس، الحسبان بيطلع من جوه القلب بسبب اللي انتوا شفتوه. بسم الله ما شاء الله عليكم. طيب،
انتوا حاليا هتحطوا نقط على الحروف في اكتر من حاجة، لان عايزين الاستقرار. في علاقة جديدة هتدخلوا فيها، هيكون فيها حب، حب متبادل، هيكون فيها طاقة بإذن الله. طيب، هو انتوا عايزين علاقة لكن الاهل معترضين، في اعتراض على الاهل، يعني الاهل مش عايزينكم تخشوا العلاقة دي، في اعتراض، في مشاكل، يعني في امور معاكسة. في حد متمسك بيكم لكن انتوا مش عايزين تكملوا العلاقة دي، انتوا بتقولوا يعني سيبوني لوحدي، مش عايزة اتكلم مع حد، نفسيتي تعبانة، لان طول الوقت ما بتفتكروا اللي حصل لكم بتبقوا عايزين تمشوا. لكن في حد طيب جدا وهيكون كويس، هيدخل حياتكم وهيبقى في اعتراض ما بينكم، يعني الاهل هيكونوا معترضين عليه، وانتوا هتحاولوا ان انتوا تبعدوا لانكم هتكونوا خايفين من اللي بيحصل. فعشان كده هيكون في حيرة، في زعل، في قلق وطاقة مأثرة على الوضع بتاعكم. طيب، هو في حمل ولا انتم مستنيين حمل من حوالي 2016 او 2018، من بدري قوي وعمالين تدعوا ربنا، لان في دعاوي كتير قوي بسبب حمل. طيب، انتوا حاليا تعبانين بسبب اخت، او تعبانين بسبب دين عليكم، في قضية عندكم وبسببها نفسيتكم تعبانة شوية. طب، في حد منكم قطع صلة رحم بينه وما بين اهل بسبب اللي حصل؟ خلوا بالكم ان انتوا الفترة اللي جاية هتكتشفوا حاجة هتفرحكم، هتكتشفوا حاجة هتديكم ان يعني حاجة جديدة. انتوا بتقولوا ان احنا يعني احنا اخطأنا، ان احنا دخلنا ناس في حياتنا ما كانتش تستاهل، وعشان كده انتوا عايزين تمشوا. مش دايما، مش لازم الانفصال يكون انفصال علاقة عاطفية، ممكن يكون انفصال عن شغل، انفصال عن اهل، انفصال عن مكان انتوا فيه. زي ما يقول الانفصال بتنطبق على اللي عايز ينفصل عن حاجة معينة. طيب، الفترة اللي جاية دي هيكون في طرف خيط، طرف خيط انتوا هتمسكوه، هيكون في امور مستجدة لحياتكم. خلوا بالكم لان انتوا هتحسنوا من اوضاع كتير عندكم، في رجوع لزوج او لم شمل مع اطفال، لان انتوا في نظرة بعيدة لحد غايب عنكم بقاله مدة، حد يعني مستنينه تتكلموا معاه، حد بقاله بعيد، يعني حد بعيد عن العين، حد مسافر، في اشتياق وفي دمعة حزن. في مراقبة، انتوا بتراقبوا حد ولا حد بيراقبكم؟ في طاقة مراقبة كبيرة قوي، وطاقة المراقبة دي وراها اشتياق، وراها لهفة، وراها حب. فلو كان في حد بيراقبكم فهو مستني الفرصة المناسبة ياخد الخطوة اتجاهكم ويكلمكم. طيب، انتوا الفترة دي ناويين ان انتوا تاخدوا حقكم، ناويين ان انتوا يعني تتعاملوا بشكل غير الشكل اللي انتوا فيه حاليا. الله اعلم، لان انتوا ناويين يعني يكون في حياة مختلفة غير اللي انتوا بتفعلوها دلوقتي. طيب، احب اقول حاجة معلش كده، هو انتوا اكتشفتوا ان الشريك متجوز في السر ولا اكتشفتوا ان الشريك في علاقة تانية؟ يعني ايه اللي اكتشفتوه عن الشريك مخلي نفسيتكم قافلة عن الشريك خالص، ومش عايزين حتى تفتحوا معاه اي كلمة، لان الشريك فعلا عمل لكم صدمة كبيرة جدا. الله اعلم. البعض منكم بيدور على شغل، بيدور على حاجة جديدة يفعلها، الحال مش مكفي او البيت مش مكفي، فبيدوروا على شغل جديد. انتوا بتفكروا كتير الفترة دي،
بتفكروا في اكتر من حاجة، مش حاسين بالراحة، يعني مش حاسين بالاستقرار غير لما هتاخدوا حريتكم في ايدكم، غير لما ربنا يكرمكم. لان انتوا في تعارف على حد نرجسي، او انتوا كان في حياتكم حد نرجسي، حد اناني ما بيحبش غير نفسه، يعني ما بيحبش غير ان يكون لوحده. فخدوا بالكم من نفسكم، انتوا الفترة اللي جاية هيتفتح اسمة كبيرة في حياتكم، اذا كانت استثمار، اذا كانت شراء حاجة، اذا كان امور هتكونوا مقتدرين تفعلوها، الله اعلم. ربنا هو، محد يعلم الغيب الا الله. لكن انتوا محتاجين تقعدوا مع نفسكم شوية، محتاجين ان انتوا تطبطبوا على نفسكم، محتاجين تحبوا نفسكم، لان انتوا كارهين الدنيا كلها وقافلين على نفسكم بيبان كتيرة. ربنا باذن الله يكرمكم من حيث لا تحتسب. طبعا لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلوا بيه على الحبيب. يلا انزلوا باللايك، وربنا يكرمكم ويبشركم باللي انتم محتاجينه وعايزينه. تحياتي ليكم، وانتظروا كل ما هو جديد.